السلام عليكم متابعيني. اليوم رح نعمل الفتة الغزاوية بطريقتي بطريقة جدا سهلة. أول شي رح أبلش بغمر الدجاج بالماء ورح أخليه على الغاز. أول ما يبلش يغلي رح أزيل أو أقشط جميع الزفرة اللي طلعت على الوجه. بعدين رح أضيف المطيبات عبارة عن بصلة، عود من القرفة، ورق غار، قرنفل وهيل، وحضيف كمان ملعقة من بودرة مرق الدجاج. وهلا رح أغطي الطنجرة وأترك الدجاج لحد ما يستوي، وبهاي الأثناء رح أحضر للرز. عندي هون كوبين من الرز المصري، نقعتهم لمدة ربع ساعة وغسلتهم وصفيتهم. هلا حضيف عليهم ملعقة من الملح، ملعقتين من الزيت النباتي، ورح أغمرهم بثلاث أكواب من الماء حسب أكيد نوع الرز اللي بتستخدموه. ورح أخلي الطنجرة على نار عالية. أول ما تبلش تغلي الماء راح أهدي النار وأغطي الطنجرة لحد ما يستوي الرز، وبهاي الأثناء راح أحضر للدقة. لتحضير الدقة راح أحتاج لفلفل حار، ثوم، حرش رش من الملح، وراح أهرس هاي المكونات بشكل ناعم أو أدقها. هلا راح أضيف عصير نص ليمونة، وهيك الدقة بتصير عندي جاهزة. هلا رح أخلي الدقة على جنب وراح أورجيكم الخبز اللي راح أستخدمه. أنا استخدمت الخبز العادي، حمصته تحت شواية الفرن. أكيد الوصفة الأصلية بيستخدموا فيها خبز للدجاج. هون الدجاج صار جاهز عندي، رح أخده أرشه برشة من السماق وأحمر وجهه، ورح أخذ شوربة الدجاج رح أضيف عليها الدقة اللي حضرناها اللي هي الفلفل والثوم وعصير الليمون، رح أضيفها على مرق الدجاج ورح أخلطها مع المرق، وهي المرق رح أضيفها على الخبز اللي حمصناه. أكيد ممكن تستخدمه كمان خبز دشرك. وبعد ما ضفت المرق على الخبز هلا راح اضيف الرز اللي حضرناه مع بعض، راح اوزعه على وجه الخبز، وكمان راح اضيف الدجاج اللي حمرناه، وهيك بصير عندي اطيب فتة. بتمنى تجربوها وتعطوني رأيكم، وصحتين وعافية.